فصل الصيف هو موسم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ببساطة لأن البحر هادئ والموج منخفض المخاطر، فيختار المهاجرون أقرب نقطتين من اليابسة بين شمال أفريقيا وجزر أوروبا. القوارب المستخدمة في هذه الرحلة عادة ما تكون قوارب صغيرة مطاطية أو خشبية ولكن بمحرك، فينطلق المهاجرون من تونس من سواحلها إلى النقطة الأقرب لتونس في أوروبا وهي جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. هناك يتخلون عن القوارب لأنهم أصبحوا في أوروبا بإمكانهم إكمال الرحلة إلى الشمال في دول أوروبا الغنية كالسويد وألمانيا. مؤخرا انتشر فيديو لعائلة تونسية من على متن القارب في هذه الرحلة البحرية من تونس إلى إيطاليا، أما وأطفالها، أحدهم يبدو مريضا وبحالة سيئة. هاي برا تكلموا. احنا خويا احنا مشينا حراقة ماشي طالبين علاج للطفلات، ما طالبين شيء، حتى الفلوس ما عادش تشتريه. فلوس وين يسلمك يا عمال طور هون عند الناس. الناس تزوج جوج الدنيا على فلوس. ليه مرهونة مرهونة. تقول الأم إن سبب المخاطرة بهذه الرحلة هي لعلاج الطفل المريض بعد أن سدت الأبواب بوجهها في تونس. يعني بطل في شيء طالبه ولدي لازم يسافر نفرق عليه بعالم ناس زي ما عادش فيا ساعات ما لقاش باش نطيب ساعات ما لقاش باش ناكل ساعات ما لقاش باش ندوي كيفاش نعمل كيفاش عندي ست صغار كيفاش نعمل قول لي كيفاش نعمل مشيت للدوله كلش كتلم مشيت للاذاعه مشيت كلمت العالم كامل. التونسيون علقوا على الفيديو بين مستنكر للاوضاع في تونس وبين معلل لاسباب الهجره غير الشرعيه. انتصار سعيدي تقول انا في بلاصتهم نعمل اكثر من هكا، ما لقاش العلاج في بلاده يحرك باش يعالج ولده، الروح ما فيهاش، ايطاليا مش جنه لكن العلاج مضمون للجميع دون استثناء. مواطن تونسي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، في دولتنا دمرونا وشردونا وهمشونا وسرقونا وما خلوا شيء، ما عملوا فينا، فلهذا الناس تحرك الى اوروبا اي تهاجر. اما من تسمي نفسها مليكة عزوزي تقول تونس هجرها شعبها وتونس هي الام والاب، لكن هناك يوجد الابن العاق ويسمى عقوق الوالدين، نترك تونس ونذهب للمحتل هذا آخر زمان. ويبقى السؤال مطروح، تونس ذاهبة إلى أين؟ عمدة سليم يقول أين الغنوشي؟ أين رئيس تونس؟ أين أعضاء البرلمان؟ أين الإخوان المسلمين؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، إن شاء الله ربنا يتم شفاه. أبو قمر، الطب في تونس أفضل من الطب في إيطاليا بألف مرة بشهادة الأطباء الإيطاليين، بس هذه الناس تخاطر بحياتها وحياة أولادها بسبب الحلم الأوروبي. حسب الأحصائيات وأحصائيات الشرطة الإيطالية تحدثوا عنها أنه منذ نهاية مايو أيار المنصرم وصل نحو 400 مهاجر تونسي غير شرعي إلى سواحل الجزر الإيطالية الجنوبية. شكرا لمشاهدتك تريندينج، سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.